مشروع الإنسان، مشروع المسلم في عمره في حياته اليومية هو كيف يقوي إيمانه. احنا هذا إنسان عنده اهتمام، الإنسان يرى يفكر كيف يلقى الله، الإنسان الذي يفكر كيف ينجو أمام الله عز وجل يوم القيامة، الإنسان الذي له هم عظيم وهو في تلك الحياة التي دائما يذكرها ربي في القرآن الكريم، يقولنا خالدين فيها، خالدين فيها. فهذه كلمة خالدين فيها هي إشارة من الله عز وجل إلى أن الحياة الدنيا والحياة الآخرة ليسوا سواء. الحياة الدنيا منقطعة وتفنى وقصيرة جدا أكثر مما تتصور، مثلها مثل المنام كالحلم. وأما الحياة الآخرة ففيها الخلود ولا ينتهي أمرها، يعني بحيث يبقى الإنسان السنوات التي لا نستطيع أن نحسبها أنا وأنت، لا نستطيع أن نقول مليار، ألف مليار، مئة ألف مليار سنة، المهم ما لا نهاية، هذه الحياة الآخرة. إذن العاقل يفكر في الحياة الفانية أم يفكر في الحياة الباقية؟ الأصل في العاقل أن يفكر في الحياة الباقية. ولذلك اللي غافل، اللي هو غافل دركا يفطن، بصح كي يفطن يفطن كي يكون الموت، كي يكون يموت يقول لي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عندما يكون في الموت يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هو كان يقول لنا، احنا نروحوا ننصحوه نقول له اتق الله، واش يقول لنا؟ قلنا خلوني نعيش حياتي، قلنا خلوني نعيش حياتي، حاب نعيش حياتي. ومن بعد كي يجي يموت يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ثم يكتشف بان الحياه اللي كان يمشي فيها مسكين حلم برك، وان الحياه الحقيقيه بدات الان، عندما تموت تبدا حياتك الحقيقيه. وربي اللي قال هذا الكلام، يقول الإنسان يا ليتني قدمت لي حياتي، بصح ما ينفعش هذاك الوقت. دركا هذيك الكلمة اللي يقولها الميت، قولها دركا تنجح، درك الآن قولها ودركا تخدم على جارها. إذا احنا لما يكون المسلم عنده همه، الهم نتاعه الوحيد هو كيف ينجو عند الله وكيف يكون من المفلحين، وش يدير المسلم؟ يولي يفكر في أهم حاجة يملكها، وش هو الزاد نتاعنا، وش هو أهم حاجة نملكها بالنسبة لله، وش هي أهم حاجة؟ نقول الإيمان تاعنا، يعني أعظم ما يملك الإنسان ما بين جنبيه. كاين حجر يدخلك هنايا غالية على الكبدة تاعك، وغالية على المرارة تاعك، وغالية على البنكرياس تاعك، وغالية على كل الأعضاء النبيلة وعلى قلبك وعلى كلش، وهي الإيمان بالله، وهي عضو لا نراه، يعني عامل موجود في القلب لا نراه، ولكن هو أغلى من كل المرئيات الموجودة الداخل، أغلى من الكبد وأغلى من الرئتين وأغلى من الكليتين وكلش. هذا اللي تشوف فيه أنت الإيمان بالله عز وجل الذي نحن الآن جعلناه آخر شيء في حياتنا، وهو أغلى شيء نملكه. ولذلك منه، من الإيمان بالله تكون السعادة والحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأنزل سكينته على من؟ ما قالش على الناس، قال على المؤمنين، يعني المؤمن هو اللي يعيش السكينة برك، ولو كان فقيرا، ولو كان من كان، ولو كان مريضا في المستشفى يعيش في سعادة، ولو كان على غرفة العمليات وقيل له نسبة النجاح في العملية 5% يعيش في سعادة عالية. عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، أنا جنتي إيه في صدري. كي تكون جنتك في صدرك تكون يقدر ينسها واحد ما يقدر ينسها. إن أعداؤه، قال إن أعدائي، قال سجني، سجني خلوة، وقتلي شهادة، ونفيي سياحة، يعني العدو تاعك ما عنده ما يدير بك كي تكون مؤمن. إذا الإيمان بالله عز وجل هو أغلى ما يملك الإنسان في حياته. وانت واش تسوى؟ إيمان. ما عندكش الإيمان ما تسواش، عندك الإيمان تسوى. فالمؤمن عند ربه بقيمة إيمانه، ومراتبنا عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، واحد لتحت واحد لفوق، واحد ربي يكرمه واحد يدخله من الجنة من غير حساب، نسأل الله من فضله العظيم. كل واحد كيفاش. هذوك الناس اللي تشوف فيهم كامل على حسب الإيمان موجود في القلب. فالإيمان هو الأساس. حركة الإنسان كيجي المسجد هنا، كيجي المسجد انت تصلي، تسمع المؤذن تنوض تتوضا وتجي تصلي، ما عجزتش، ما حبسك لا فيلم ولا مسلسل ولا كاش حصه تاع الضحك ولا مباراه في كره القدم، حاجه ما حبساتك،
واش جابك المسجد؟ ايمانك هو جابك. واحد اخر اللي قعد ما جاش عجبه الماتش او يتفرج ما حبش يجي يصلي، هذاك واش يدير؟ ايمان هابط ما كاش، مفقود الايمان، مفقود، ما عندوش الله اكبر. احنا عندنا الله اكبر، احنا كي نديروا الله اكبر الصلاه واش نديروا؟ معناتها الله اكبر من كل شيء، الله اكبر من الاشياء التي كنا نفكر فيها قبل الصلاه، ومن الهموم اللي راك تفكر فيها انت في الصلاه الله اكبر منها، ما تخافش كل تفكر اخشع معها. فلذلك الان الايمان هو سر سعاده الانسان، وهو الذي يحرك الانسان نحو ربه، والايمان هو الذي يكبح الانسان عن فعل المعاصي. ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالمؤمن واش يدير؟ المؤمن يحبس يقول انا ما نديرش هذه، نخاف الله. واذا قدر الله وزلق وعصى ربي مباشره يعاود يجري يتوب، فهو دائما في الفائده. اذن الايمان الذي يحبك الانسان عن المعاصي انما له دور كبير جدا في استقامه الانسان. ومن هنا نحن ندرك ان سبب التخلف الموجود عندنا في الاخلاق والتربيه، سبب وجود الرشوه، سبب وجود الربا، سبب وجود الخصومات بين الناس، وجود السحر وانتشار السحر بين الناس، الحسد، البغضاء، اشياء كثيره، تقاطع، اكل للميراث، كثره الطلاق، الاشتغال باللهو واللعب لا سيما في رمضان، تحول العباده الى عاده من ضعف الايمان ثاني، عدم الشعور بالخشوع في الصلاه، عدم الشعور بلذه العباده من ضعف الايمان ثاني. واليوم الأمة تحولت عباداتها إلى عادات، وتحول العبادة إلى عادات سكر قبيح، سكر لأنه ما كش يقبلك تغلط، وقبيح تاني في نفس الوقت، خطير جدا على الأمة. ومن بينها أن يتحول شهر رمضان إلى شهر عادات وتقاليد، عادات وتقاليد جزائرية، عادات وتقاليد عمانية، وعادات وتقاليد قطرية، وعادات تقاليد تونسية في رمضان، وهو شهر عبادة. ولينا نتكلموا على العادات والتقاليد، ومن بعد واش ولينا نديروا؟ نديروا أطول طاولة تاع مأكولات تاع إطعام، ومن بعد واش ولينا نديروا؟ كاميرا الخفية، ومن بعد نديروا الدومين، ومن بعد نلعبوا ليبول، ومن بعد نديروا المسلسلات. كيجي رمضان لاحظ الكلام على المسلسلات في رمضان، كل رمضان يجينا كلام على المسلسلات، لازم يثيرون الضجة بطريقة أخرى، يخرج لك يدير لك مسلسل ساقط، بعد واش يدير لك؟ هو يهدر عليه هو يهدر عليه ويقول لك باللي كثر الكلام على المسلسل هذا وكذا وكذا، ما يسميوه احنا الترويج العكسي، ترويج عكسي. ومن بعد انت تقول صح هنا ده كبير في الانترنت، هو واحد ما هدر، انت تدخل تعلق وزيد واحد اخر يدخل يعلق، ومن بعد تقول لي حكاية تاع الصح، ومن بعد يجيبوا له المشاهدات بالملايين، وتولي الحكايه كل عام هكذا. ونولي وحنا يا رمضان واش هو؟ يا ودي لا ليله القدر ولا الملائكه ولا قران ولا تحكي لنا حتى حاجه، احكي لنا على المسلسل هذا وسرالو، واحكي لنا على النجوم هذو اللي يجيبوهم كل يوم المطربين، واحكي لي على المهرجانات، واحكي لي على الالعاب والخيمات اللي يديروا فيهم منا ومنا، والالعاب اللي يديرهم للاطفال، والموسيقى والغناء والحفلات التي الصاخبه في كل مكان اللي تندر في كل مكان، احكي لي على الناس وما تأكل والمأكولات وأسعار المأكولات والمطعومات واللحوم والبصل والبنان وكلش، احكي على كلش غير ربي ما نحكيوش عليه في رمضان، غير ربي ننساوه في رمضان، عام كامل احنا ناسينه نزيدو ننساوه. هذا هو الغفلة بعينيها، أن يجي رمضان ما تكونش تبكي انت على خطيئتك، ما تصلحش أمورك، ما تسقمش أخلاقك، ما تقراش كلام الله عز وجل وتبكي، ما تطيحش دمعات فوق المصحف، ما تسمعش كلام الإمام وتبكي وتخشع. إذا كان أنت كل هذه الحالة تاعك أنت في رمضان، فات رمضان وأنت مازلت أنت هو أنت، مازلت أنت هو أنت، علاقات غير شرعية، غضب، سب الله عز وجل، غيبة، نميمة، النفس هي التي تسوقك ولست أنت التي تسوقها، وغيرها وغيرها من الأشياء، ومازلت أنت هو أنت. وربي قال لنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وراه التقوى وراه الايمان في رمضان. اذا كان الانسان ما يخليش هذوك اللهو، احنا واش درناه رمضان الان؟ رمضان هو عباره عن موسم 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 للتفتح في كل المجالات والزياده منها الا من الايمان. واش ولينا؟
اللي كان يلعب الدومين يلعب ولي يلعب كل يوم يزيد، واللي كان يرقد 8 سوايع يرقد 16 ساعه من بعد، واللي كان انسان يروح للمارشي يشري ويولي يولي يدور المارشيات كامله درك في رمضان، يروح منا يجيب قلب اللوز لهيك ومن بعد يروح يجيب شربات من هيك ومن بعد يدي صاحبه يروح يجيب الزلاب ويا بوفاريك ويدوروا هكذا حياتهم كامله. هذا هو رمضان عندنا احنا، هذا هو رمضان. ومن بعد العشيه واش هو؟ العشيه الانسان يصلي يصلي المغرب اذا كان يصلي ياكل، ومن بعد تولي له لعيب والتحواس ودو دي المراه والدراري يروح كل لاكريم لهيك ومن بعد يزيد روح منا، وخاصه في العشر الاواخر نزيدوا نهربوا من المساجد نروحوا ما كاينشنا في العشر الاواخر اصلا. هذا رمضان هو العبادة تاعنا، والله ما هذا هو رمضان. رمضان ربي ما جعلوش من أجل هذه الأشياء، جعله لكي نصوم لا لنأكل. يدع شهوته وطعامه من أجلي، ماشي باش نتشهاو، ماشي نصومو باش نخرجو نتشهاو، نصومو باش نصومو باش نتركو الشهوة، ماشي باش نتشهاو. احنا الآن رانا نعكسوا في القضية، لذلك ما ينفعناش رمضان. جازوا عليه 40 رمضان ما تبدلش، 40 رمضان مازال هو نفس الانسان، مازال يدخن ومازال يسب، مازال الغيبه، مازال عينه يرميها في الحرام، مازال سيء الخلق مع زوجته، مازال نفس الانسان. كيفاش رمضان ما سدلكش انت؟ اذا ما تسقمش في رمضان تسقم في الصيف، تسقم في الصيف كي يكثر الفساد، وقتاش تسقم اذا ما تسقمت في رمضان؟ ولذلك احنا الان هذه الهبه هذه صح كاين خير كبير، كاين شباب تابوا في رمضان، كاين مساجد معمره ما شاء الله. احنا نتكلموا على العموم تاع الامه، الناس اللي في المساجد مرحبا بها الحمد لله خير كبير، بصح حنا نتكلموا الامه البرة واش هي دايره. لانك انت الان دوك المسجد يدير في 300 400 500 1000 2000 3000 4000 وعشرات الالاف الاخرين وراهم، وراهم هذوك تاع الحي هذاك 10000 ولا 20000 ولا 30000 تاع الحي هذاك وراهم. يعني يدل على ان معظم الامه راهي غارقه، غارقه في اللهو واللعب وخلاص. هذا مكان مراكز تجاريه وتحواس وكذا، يا اخي خليهم هذوك حلال، هذوك حلال خليهم من رمضان. اليوم في رمضان نحن نعيش هذه الايام اغلى ايام العمر، ثانيه واحده ما تقدرش تمدها هذه الايام، هذه ما تقدرش تمد ثانيه واحده. الرسول عليه الصلاه والسلام كي شاف باللي غاليه الوقت غالي واش دار؟ 20 يوم الاولين كان يرقد شويه ويصلي، يرقد ويصلي. العشر الاواخر الوقت غالي على اليومات الاولين، واش دار له؟ نحر قاد، لان الوقت ما يكفيش. كان يحيي ليله كامل 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 وينوض نساه. يعني ناس عايشين ربي سبحانه وتعالى، وهذا هو المسلم انه يفكر في ايمانه. نقول لكم احنا علاش ما فكرناش في شيء كيما هذا؟ وعلاش رانا نجو نصلوا صلاه هكذا؟ كم نوعية تاع الصلاة الكاليتي تاع الصلاة تاعنا مش مليحة، نجو ننقروها ونروحوا ونمشوا، ندخلوا المساجد نصلوا صح نصلوا بصح ندخلوا ونصلوا. الإمام هذاك مسكين وخايف على باله بلي كان يزيد دقيقة يفيقولها، خاطر حنا الجزائريين في الجامع دقيقة نحسوا لها مليح ونحسبوا حسابات، تقول شناوة تقول جابوني يقولوا اليوم زاد واحد 10 ثواني في السجودة، على بالهم مليح. علاش داخل الجامع حنا رانا نجو الإمام يحس الضغط واش يدير؟ يبدا يصلي برك، يقول ستة وزوج ثلاثة أربعة الله أكبر، ما يقدرش يزيد يطول، يخصو يا زعما يروح للصوفة ويسقمهم ولا الناس مزروبة ولا وحده يفهم باللي كاين الناس اللي موراه كامل. نعرفوا الغنية هذيك تاع كاين اللي ما يشج وكاين اللي مريض وكاين اللي كاع نعرفوها، وكاين اللي مشغول، كاين اللي مخلي الآخر، كاين اللي ماهوش مقاري مليح. الناس واش يديروا؟ علاه يديروا هادشي هذا؟ لأنه ربي هو آخر حاجة، الصلاة عندنا آخر حاجة في حياتنا. علاش ما تنوضش صلاة الصبح؟ يقول لك أنا نوض نخدم على 8، أنا نخدم على 8 والصبح على 5، ثم نوض نصلي الصبح من بعد نروح الجامع نصلي نتوضا يطير عليا النعاس، نعاود نولي ما نجي نزيد نجيب النعاس هذاك نلقاه راح هرب راح، نعاود نجيبه ومن بعد نزيد نوض على 7 نروح نخدم أنايا. أنا رجلي رفيع على 7 نوض نصلي، يفوت الوقت لا ما يفوتش ما يهمش، أنا المهم أنا كنت راقد وعلى ربي على باله كنت راقد، نوض على 7 على خطأ نصلي ونروح نخدم. لو كان نقلبوا نديروا الخدمه 4 تاع الصباح ينوض على 3 عادي مش مشكله، لانه نقول لك حاجه، الحاجه كي تعطي لها اهميه تخدم على جالها. هذو الناس اللي ما يجوا يصلوا، من ذاك تلقى واحد اون ديكابي، من ذاك واحد عمى، من ذاك واحد رجله مقطعه، في الاذان الاول تلقاه يجي يصلي. علاه؟ خاطر مد اهميه لهذيك الحاجه وعرف قيمه العلاقه مع الله. على هذيك تلقاه شيخ كبير ما يقدرش يتحرك ويتلقاه يصلي في الصف الاول، لانه عاطي اهميه
لما سيستقبله من الزمان. واحد اخر ماهوش سامع بالدنيا، الصلاه تشور كيما سبور، كفاه الوقت الله يبارك، الى كفاه الوقت كيكمل شغالات كامل، خدم راح الخدمه خدم ولا كمل، ومن بعد يقضي للدار ويدير امور اللي لازم، خلاص فراها كلش، كاش ما يقعد لي وقت شويه اني نكركر البليغه ونجي نصلي معكم العشاء. كي يقعد شويه وقت هكذا يخرج هكذا شغل يمشي يكركر البليغه ويجي يصلي العشاء ولا مع الناس ويروح، هذه الا كان صلى. شغل اخر حاجه في العمر هي صلاتنا، اني مشغول وبعد نصلي. تعرف صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا فيها انها من الامور، يعني من مقاصد الصلاه، ان الانسان يتربى على الحسم. الحسم وش معناتها الحسم؟ احنا الناس شوف، استحضر اي انسان ناجح في حياتك، انت فكر قول شكون اللي ناجح، معليش في الدنيا ولا في الدينه، معليش في الدنيا، وتفكروا انت تلقى هذاك الانسان سبب نجاحه باذن الله هو القرار الحاسم. القرار الحاسم ما فيش ليونه، ما فيش شوف راني نتكيف 20 نقرو في النهار، غدوه نبدا 15، ومن بعد السمانه الجايه نبدا نقص 12، ومن بعد كيجي رمضان نبدا نعود 3-4 قواره، ومن بعد بالعقل، ومن بعد يهبط 2 قواره، ومن بعد قارو، ومن بعد يعاود يولي يقول لك شديت شديت شديت، ومن بعد عاود توليت. القرارات المرنه هذوما كيما يقولوا ديسيزيون الاستيكي شغل، هذه واش دير؟ ما تخليش الانسان يافونسي، ما ينجحش ما ينجحش. دوك نصلي استنى، دوك نبدا نصلي، دوك شوف نكمل شغالات، نكمل الشهرين هادو على بالي كان نبدا نعاود نبطلها، خلي على شهرين وبالجمعه ندوش ونصلي ان شاء الله. ولا نقول لك رمضان الجاي ان شاء الله نروح مع بابا ويما وندير عمره، كي ندير عمره من تم نبدا ما نحبسهاش. هادو يسموهم قرارات ابليسيه، هذه قرارات مرنه، شغل كاويتشو هذه. تعرف شكون هو اللي ينجح؟ هذوك اصحاب القرارات الحاسمه، قرار حاسم، قال انا نتكيف حبس كيما راني حطو. روح شوف قصص توبه الصحابه، ما كاش واحد فيهم قال لك شوف دوك روح شوف نجيبها مع بالعقل مع المراه برك هكذايا، نهضر معاها غير بالعقل، نفهمها غير بالعقل، ونزيد نقصر مع بابا شويه ومن بعد ندخل في الاسلام. ما كاش واحد فيهم لازم القرار تما شفت كي يكون مخك يديكلونشي في هذيك اللحظه، لازم لك تسقم روحك تما تتخذ قرار. والصلاه نتاعنا ومن ثم يبدا النجاح تاعك، نجاحك يبدا من القرارات الحاسمه. قال اسمع انا راني شويه مانيش مليح، شكون هما اللي ما يخسروا فيا؟ فلان وفلان وفلان وفلان، هاد الربعه منا وروح خلاص السلام عليكم، نحي التليفون تاعهم، ما كاينش اللي نتلاقى معاهم ونفهمهم، حبس الحكايه. هادو ربعه هم يدوا فيا الهاويه، هم يدوا فيا المخدرات، هم يدوا فيا للنار، حبس معاهم نهائيا، ما كاينش فيها حكايه وبالعقل استناش نجيبها لهم بالعقل. القرارات الحاسمه تصنع النجاح، والصلاه نتاعنا هي علمتنا هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته قالت لنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداعبنا ويمازحنا في الدار كما الاب، يقصر مع العائله يحكي، يقصر مع وليداته، يقصر مع المراه كما الاب، النبي عليه الصلاه والسلام بشر كيما حنايا هو. قالت فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا. شفت كيفاش الصلاة دايرة؟ الحسم، هذا هو الحسم. الإنسان الناجح لازم له حسم. إذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا، شغل كيما نقولوا حنا يرمي لهم الماء. النبي عليه الصلاة والسلام غير يأذن الأذن، ما راهي مرته ما راه وليده، السلام عليكم، السوق الآخرة افتح، روح نغلق سوق الدنيا نفتح سوق الآخرة. هبط ريدو مباشرة. كي تكون بهذه الطريقة تولي أنت إنسان ناجح. تعرف واش معناتها نجح؟ ناجح تاع الصح 100%. وكل الناس الذين نجحوا في حياتهم سواء في امور الدين وهذا هو احنا اللي نحوسوا عليه، او في امور الدنيا، كلهم اتخذوا قرارات حاسمه، وهذاك الحسم هو اللي خلاهم ينجحوا. وحنا من الصلاه تاعنا نبداو نتعلموا، غير تجي وقت الصلاه حبس 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 كيما شوف خلي كلش كيما راه نصلوا ونولوا معليش معليش معليش، ما تقوليش دوك يقيموا. شوف القرارات المرنه كيفاش دير؟ مازال ربع ساعه دوك يقيم، ما يجي يقيم وما يجي يركع، تسمى لحقوا بركعه الاولى، من بعد واش تولي تخمم؟ تولي تقول نلحق بالصلاه، ما يهمكش تكبيره الاحرام، ما يهمكش الركعه الاولى والثانيه والثالثه، الرابعه، المهم لحقت بالجماعه، تولي الهمه تاعك لتحتها كامل، المهم لحقت بالجماعه، ومن بعد تشوف نتايا الامام كل ما يدور انت كل صلاه انت النور، دائما مسبوق دائما مسبوق دائما. وهذا التاخر هذا واش يدير؟ يجي نهار وما تدخلش الباب تاع الجامع. يجي نهار والفت عندك قرارات ماشي ملاح،
وبعدين تقول اسمع ما شكيتش الاحقوا نصلوا هنا نصلوا هنا كيف كيف انا جماعه نصلوا هنا وبعدين نصلوا بالعقل 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 يقولي الانسان لا يصلي ما يصليش هكذا يبطل صلاته. اذا شكون اللي يهلكوا؟ هي القرارات المرنه. قرار مرن ما عندوش قرار ما عندوش فيه ثغرات بزاف هذاك القرار. القرار الحاسم اللي ما يخلي لك حتى مجال انك تعاود تولي مباشره خلاص هذا خلاص هذا خلاص ما تجيش تكلمني في الموضوع هذا كله. الدخان ما تجيش نولي له نهائيا خلاص نموت دوك نموت ما نوليلوش ونسى الموضوع انساه يجيك قول له خلاص الدخان ما كاش مشكل يتكيف واحد قدامي ما يتكيفش ما يهمنيش فيه خلاص نهائيا. وهذو الناس اصحاب الجلد يصنعون من انفسهم ابطالا هذوما الناس. فاذا احنا باش يولي الايمان تاعنا يتسقم واش نديرو؟ اول حاجه لازم نمدوا الاهميه للايمان تاعنا لازم نمدوا الاهميه للحياه تاعنا. انت واش هو همك؟ واش هو همك؟ اذا كان همك الاخره يوم القيامه تقدر تمشي نمشي معك نتكلموا شويه. الى همك الدنيا ما عندناش باش نحكيو معك انت غير كاش ما تجي لي العشيه دير معنا شويه سبور في الجامعه وتروح هذا المكان. بصح اللي كان عنده الهمه مليح يوم القيامه هذاك نقدروا نتكلموا معاه قولوا له روح كيفاش تحسن الايمان تاعك وتستقيم على طاعه الله وتمشي. نكملوا بعد الاذان ولا على شحال تريحوا ولا شحال تريحوا بين الاذان ولا الاقامه؟ اي معليش نديروا احنا 10 دقائق ولا ربع ساعه. اذا احنا الايمان تاعنا باش يقدر الانسان يقوي ايمانه خاصه في هذه الايام اول حاجه لازم الانسان يحدد الهدف ويكون همه الوحيد في الحياه هو كيف يلقى الله عز وجل وكيف يكون حاله يوم القيامه. هل ينجو يوم القيامه ولا لا ينجو؟ هل يكون من اهل الجنه من اهل النار؟ هذه اسئله يطرحها على نفسه دائما هي اللي تحركه وتخلي عنده هم اكبر اكثر من هم. وين يبان هذا الهم؟ وين تبان معه الهموم الاخرى تاع الدنيا التي هي زائله؟ كاش هم كاش هم يدخل معك القبر لان الموت ينهي كل شيء. الموت ينهي كل شيء. الموت ينهي فقر الفقير. اش الفقير هذاك اللي حياته كامله ويشكي ما عنديش وما كليتش والدراري ما كلاوش كذا يجي الموت يحبس له كاع الفقر هذا. وينهي غنى الغني. الغني هذاك اللي عنده السيارات والمراكب والباخرات والقصور يجي الموت ينهي عنه كل شيء ينحي له كل شيء ويمدهم الناس اخرين. وهذاك الانسان المتالم المريض عنده سطر
وعيو يديروا له في التكا ويديروا له في الديوان، نسال الله يشفي مرضى المسلمين ويعافينا واياكم. هذاك المريض يجي الموت يحبس له قاستر، يحبس له كلش، وينهي وسامه الوسيم. انسان شباب ما شاء الله، حطاه تشوفوا شعره وعينيه الله يبارك ما شاء الله، مصنوع صنع مليحه. يجي الموت ينحي له كلش، كيما راه ينحيه راح كلش، يروح كلش في الدود. اذن الموت ينهي كل شيء غير ما كنا ترفد هم. الى ما كش سمع عندك مشاكل يجي الموت ينحيها. تسمى دير في بالك باللي ما كاينش هم واحد دخلوا معك القبر، هم واحد اللي تعيش به وتدخل به القبر وتلقى به الله، وهو فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. اذا تذكر الانسان هذا الاهم هذا يولي يفكر في الايمان تاعو، يقول لك اسمع انا الايمان تاعي راه ضعيف، وين كاين درس روح نسمع درس، وين كاين كذا الخطيب نسمع خطبه جمعه، روح نسمع شويه امور، نفتح الانترنت نبحث نشوف كاش واحد يوعظني، كاش واحد يدير لي درس، نقرا شويه قران. هذا الشيء هذا تولي تتحوس انت وحدك تحوس عليه. بصح دوك علاه ماكش تحوس عليه؟ لانه ما عندكش هم، عندك شغل الصلاه تقاليد وخلاص، شغل تصلي وخلاص، وهذيك تصلي برك وخلاص، ماشي هذيك هي الصح. الصح انك عندك هم عند الله عز وجل وشنو هو. ولذلك احرص على ما ينفعك، دير حاجه في نفسك وهي هم الاخره. وهذا الامر هذا ماشي ما تيقن منطق برحمه الله، هذا الامر برك ديروه هو في الاولى، الله اكبر معناتها كما كنصلوا احنا، هذا هو اكبر الهم تاعي هو الاكبر انا عندي، فتبقى تعيش من اجله كيف تنجو امام الله. الحاجه الثانيه واش هي؟ تعرف على الله. احنا ربي سبحانه وتعالى علاش ماناش نصلوا مليح؟ كي نصلوا قلوب فارغه، كي نصوموا صيامنا ماكلة وشرب برك، علاش رانا ناقصين؟ علاه الايمان تاعنا ناقص؟ كي نقارنوا روحنا بالصحابه وكذا علاه؟ ماناش عارفين ربي، علاش ماناش نطبقوا في دين الله؟ دوك الان المراه المتبرجه برا مش سامعه باللي التبرج حرام، الانسان اللي يشرب في الخمر ما على بالوش باللي حرام، اللي راهو ياكل في الرشوه ما على بالوش باللي حرام، الانسان اللي يقمر ما على بالوش باللي كاع على بالهم باللي حرام. اذا المشكل ماهوش في معرفه الحلال والحرام، لانه الناس دوكا كي تقول روح حرام يقول لك دي حكايتك وروح. المشكل في القابليه، هل الانسان يتقبل في الحلال والحرام ولا لا؟ لا هذا هو الصح، وهذا منين يجينا؟ هذا اليوم الاخر ومعرفه الله عز وجل. لذلك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. القلب والموعظه تاع الانسان وقتاش تقيسك؟ وقتاش تقيسك؟ كي تكون انت مآمن باللي كاين رب فوق سبع سماوات بيده الامر كله، وهو الخالق وهو الجبار وهو القاهر فوق عباده، وهو الغني ونحن فقراء، وهو الذي ما بنا من نعمة الا من عنده سبحانه وتعالى، وتشوف ربي في النعم تاعك اللي دايره بك، تحل عينك الصباح الحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا واليه النشور، هو الذي احياك هو. ايه قولها وعودها، هو اللي يحياك هو. واحد ما يحياك، ماشي امك نوضاتك، ربي يحياك. خاطرش قدر في يوم من الايام امك تجي تنوضك، نوض ما كاش، وقيل ما كاش، يجوا يضربوا طله ما كاش راح. راح من بعد كيفاش احنا باش ما ندخلعوش؟ باش ما تخلعناش نتايا، انت مت 25 سنه ولا 30 سنه باش احنا نكملوا الحياه ونكاموفليها، حبس قلبوا برك، او سير كان مريض ما فاقولوش. نكاموفليها ونكملوا احنا. علاه؟ وكان نقولوا باللي موت الفجأة والموت يدي اي واحد وملك الموت يقدر يجي يقبض اي عمر ما يخيرش، نولوا نخافوا. بصح لا لازم دوكا نكاموفليها، او سير كاش مطرطق العرق في الراس ولا حبس له قلبه. اسمع السيد كان مريض بك ما فاقولوش. كاش ما دار مالكش واحد قلق، هو لازم نلقاو لها سبب باش نرتاح. ما احنا الحمد لله ماشي كيما هو، مالا مازال احنا نزيدو نعيشو، هيا نزيدو نساو ربي مالا. فاذا هذاك الانسان كيحل عينه صباح شكون؟ ربي. كي ترقد انت في الليل ربي. كاين ناس عندهم مرض ما يرقدوش، وكي تحبس تحبس حابس هذا قاعد هكذا وحابس السكون تاعك هذاك اذن من الله. وكان ربي ما يأذنلكش واش يحكمك؟ يحكمك بنكينسون ولا شي عطول هذاك، تولي تقعد تترعد وحدك، تولي انت تحب تحبس ما تحبسش، لانه ربي ما اذنلكش بالسكون. وهو اللي كيما يحب يأذنلكش بالحركه، تلقى انسان مكسل مشلول ما يتحركش، صبعو ما يحركوش، ربي ما اذنلوش بالحركه. وانت يا ربي اذن لك تحبس وقت ما حبيت وتحرك وقت ما حبيت، الله يديم عليك العافيه. وتشوف بعينك وتوقف عند الطريق وتشوف. دوك انا جيت هنايا نشوف شاب جامعي داخل الحي الجامعي مسكين بالعصا هذا يبحث على الطريق، حوس على الطريق هذا، قلت انا شوف ديك النعمه احنا
نشوفه كيما نحبه. باطل باطل. تخيل لو كان عينك عينك هذه ربي يحسبهم لك كرام، عبلك تاكل راسك ما تخلصش، كون يحسبهم لنا ربي كرام. كيما رانا مسكنين العباد ومسكنينك بالكره ولا لا، تروح تسكن عند الناس يكريو لك 4 ملايين الشهر 3 ملايين الشهر، تولي حتى تطلب عند الناس من حقك، وعندي راس شهر وراح يخرجوني وكذا، هذه باش تسكن تريح. ربي يكون يحسب لك هذوك الاعضاء اللي عندك، الكلاوي تاعكم يصفيوا لك في الماء تاعك، والكبد تاعك واش راه يدخر لك الدم تاعك، والقلب هذيك البومبا هذيك اللي تجبد وتسربي لك كاع الدم على الجسم تاعك، وعينك هذه اللي تشوف فيها كل الوان وكل شيء وتمشي ومرتاح وتتمتع بها، كون يحسبهم لك ربي الكرام. ما تقدريش تخلص ثانيه واحده، ما تقدريش تخلصها، ولكن الله رحيم. كلوا واشربوا قلنا ولا تسرفوا، يعني في راحه. هاي النعمه هدوها باطلها. الهواء الهواء في الكوفيد كنا نخلصوه، الاكسجين كنا نخلصوه في الكوفيد، الحق هذاك الجهاز 65 مليون. وفي قبل 15 سنه او 20 سنه تقريبا، واحد الناس امهم مرضت، داوها المستشفى بريفي خاص، خلصوا عليها النفس، خلصوا عليها النفس 600,000 للساعه، 600,000 للساعه يخلصوا عليها باش تنفس. امام انت دوكاك تنفس باطل عند ربي. هذوما كامل يعرفوك على الله، وما بكم من نعمه فمن الله. وربي في القران يقول لك تعرف عليا بهذه النعمه، السماوات الارض، هذه السماوات والارض هذو شوفوا شحال كبار، اللي خلقهم كيفاش عامل، عظمه الخالق كيفاش عامله، عظمه الخالق. احنا كي نعرفوا اللي خلقنا هو اللي يامرنا، على بالك هذاك اللي عطاك العينين وعطاك الكبده وعطاك الريا، وهو اللي كل ما بك من نعمه الا منه، رجلك تطأ ارضه وتقلك سماؤه، كل حاجه من عنده هو، وحركتك باذنه وسكونك باذنه، كلش من عنده كلش. هذاك هو اللي قال لك حلال وقال لك حرام. تحب ما تطبقش القانون تاع الله، اخرج من المملكه تاعو وشوف لقيت مملكه واحده اخرى مشي تاع ربي، وهو رب العالمين، يعني كل حاجه هو تحت، انت تسمى الدرع عليك. اذا انت كي تعرف ربي، ربي تولي عبك واش تدير. يقول العلماء من عرف الامر الله وعرف الاوامر حلال حرام مستحبه يتفانى في تطبيق الاوامر، لانه عارف لانه يطبق، او عارف باللي هذاك اللي قال له حلال ماشي الامام، ماشي جاره، ماشي اخينا ابو لحية، لا لا، اللي قال له حلال هو ربي، واللي قال له حرام هو ربي. كي نولي نعرفك باللي انت 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 اللي تقول لي حرام، ربي مانيش نتعامل معاه، نقول لك انتم ما نعرفوكم يا حسره. بصح كي نعرف باللي اللي قال لي حرام هو ربي، انت كيما تكون، تكون سراق واش كنت ما يهمنيش انت، صح ربي قال هكذاك خلاص منا وروح ما نديرها، والله ما زاد جات في فمي، لانك عليك تتعامل مع الله. احنا اليوم ما نعرفوش ربي، على هذيك ماناش نتعاملوا معاه مليح. شوف كي نوقفوا في الصلاه نوريك بلي ما نعرفوش ربي مليح، كي تشوف كي نوقفوا في الصلاه الله اكبر نديروا هكذا وانا قاعدين، اقسم بالله غير من ذاك نفكروا في المعصيه وحنا في الصلاه. اسمعي شوف يا ولدي ما نحكيك واش نفكروا، الله يديم علينا ستر برك، كان ربي يفضحنا هكذا العقول تاعنا نقولوا واش نفكروا، ربي نسمعوا بعضنا يا ولدي خلات خليها ربي برك. إذن ربي سبحانه وتعالى احنا نقول له الله اكبر، قولوا انت هو اكبر. احنا شوف من دونك انت ما كاش، نقولوها ومن بعد نبداو التنفيق تاعنا، فكروا في هذيك حسابك نجيب، بعد نروح نشري لهم الدار جوج كيلو بطاطا، بعد نروح ليكا، ومن بعد الجماعه يستناوني نروح، ودير في الحسابات، ومن بعد ولا تفكر في هم هم من ذاك الهم، الهم يشغلك على العباده، فكر في هم. تقول انا بصح دوك شنو نقول له، واش ندير له انا هذا، ومن بعد يقول الامام الله اكبر، ومن بعد قلت واش من ركعه رانا، ومن بعد تلحق الركعه الثانيه وتقول برك رانا في الثالثه في المغرب، في المغرب في رمضان انا تشهد، ودوك يقول السلام عليكم، حتى يطلع الامام في الثالثه تتنرفى، يا ربي انا على بالي كملنا في رمضان في المغرب، ومن بعد تزيد تكمل، اي دوك ما تجي كمل هذيك الركعه تحسها طويله، ومن بعد كي تكمل الصلاه نتاعك وين كنت واش صليت، وتجي رايح للدار، وين راهي صلاتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس له الا ما عقل منها، قال لك ربي صلاتك تدي فيها واش ديت؟ واش حكمت؟ واش قبضت؟ وكل خليتهم كاع هربوا راحوا، ما تدي والو، ما تدي والو. ولهذا كان احنا نكملوا الصلاه مر امام واحد، واش يصرى؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام منهم من تتلقف الملائكه الصلاه نتاعو تطلع تجري بها،
كليتي ما شاء الله. واحد اخر قال لا تتجاوز راسه، تقعد له غير تما صلاته. شو البوانتا برك وخلاص، هذا ما كان. احنا ما نش عارفين مولانا. اسمع انتايا كي خرجت تجري من صلاه وكي راك مقلق وعندك هم راك تفكر فيه، يا وهذاك اللي قلت عليه انت الله اكبر وراك تلي كيدي فيه، مشكلتك هي عنده وهمك هو يحله لك وشغالتك هو يقضيهم لك ورزقك اللي تفكر فيه في الصلاه هو اللي يعطيه لك. وعلاش راك تلي كيدي فيه باش تروح تقضي حاجتك؟ تلي كيدي فيه ربي باش تروح تقضي حاجتك، وحاجتك هي عند ربي سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاه والسلام كان كي تدقوا حاجه في برا في الزنقه، كي تدقوا حاجه يجيه كرب حاجه يجري عند ربي، كان اذا حزبه شيء فزع الى الصلاه. الله اكبر. وربي قال واستعينوا بالصبر والصلاه. احنا الهموم اللي نازله علينا والحزن والمشاكل وامور كثيره، مشي اولى لنا اننا نطولوا نجوا نقولوا الامام الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، كان غير طول بينا شويه خلينا ندعو نذوقوا السجود نذوقوا كذا. احنا في الصلاه نعرفوا قام ما يشدوش، قال لك يا ودي كاين اللي ما يشهدش كاين اللي كذا. جاني واحد خطره قال لي شيخ على بالك لا، قلت له انا على بالك، قلت له انا بالذات محروق في وسط الائمه بلي نخفف الصلاه بزاف، محروق. قلت له واش نزيد نخفف لك؟ قلت له ما قدرتش ننقص لها خلاص، شو الشربات على الماء رانا هذا ما كان. قال لي ماشي كاين اللي ما يشهدش. قلت له انت تشد ولا ما تشدش؟ قال لي شد. وري لي والله وري لي واحد الجامعه ما يشدش. قلت له هذاك اللي ما يشدش يصلي في الدار يريح براحته ولا يدير حفاظات وحلال عليه يصلي بهم. وعلاه كامل الامه تلي كيدير لها صمت؟ حنا رانا برا نشوفوا في الحرام، نسمعوا في الحرام، نهضروا في الحرام. الحلال ليه وعايش في الحلال؟ ليه وعايش في الحلال؟ وقلبه مرض. نحكوا غير السومات ودراهم وشحال وعملوا وداروا. وسمعت هذاك غير قيل وقال كثره السؤال واضاعه المال. اللي كرههم ربينا نديروا فيهم حنا. القلب نتاعنا والله احيانا الانسان يحس روحه يقول احنا اسمع مسلمين كفار. القلب تاع البنادم مات خلاص. كي نجوا هنا نحييه، وهنا احنا كي نجوا هنا نزيدوا نقتلوه القلب تاعنا. يا اخي الكريم انت بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. شوف نعطيك كلمه واختم لك بها. الموتى اللي في القبر دركا الله يرحمهم، كي تروح تشوف فيهم تقول هادو ما اسمع واش يتمناهم. لذلك جاء واحد مسرف على نفسه، جاء عند واحد الامام وقال له يا ايها الامام الله يجازيك من هذه بكري العلماء تاع بكري السلف رحمهم الله، قالوا الله يجازيك اعطيني كلمه نتوب مره واحده خلاص. قال له كرهت من الحياه اللي نعيشها انايا. قالوا اروح معايا. رفدوا وداه المقبره. قالوا هادو شكون هادوما؟ قالوا هادو موتى الله يرحمهم. قالوا هاد الموتى هادوما واش راهم يتمناو؟ قالوا هادوما يتمناو لو كان يجوا في بلاصتنا دركا ويصلوا ركعتين ويصدقوا ويمدوا مالهم كامل ماذا بهم. واش كان عنده كاع يخرج مرته ولاده من الدار يقول لهم هذه الدار في سبيل الله يلاه هذاك الميت وكان ترجعوا دركا. شوف وتدي له واحد خرجوا من القبر هكذا ويدي له 5 ملاير يقول له هاك ديهم. يقول لك دي عليا دي عليا دي عليا يا لطيف. يقول لك انا على بالي واش شفت انايا. هذاك الشيء هذاك او يتمنى فيك انت. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان اصحاب هذه القبور لا يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا فيركع ركعتين مما تحقرون أنتم من صلاتكم. إحنا ركعتين ما نستمعين بهم، راك قاعد نوض هذا كيما راك الله أكبر ركعتين بالك هذو يهبطوا لي الميزان تاعي، بالك هذو ما نتمنى كي يكون في القبر نعود يجيبني ربي. يا خويا أنا في الأمنية تاعي دوكا. قال له أنت إذا يا ولدي أنت الآن في أمنية الموتى. شفتوا واش يتمنوا الموتى؟ المقبرة هذه كاملة أم يتبدوا يكونوا في بلاصتك دركا. قال له أنت دركا راك في الأمنية تاعهم ورينا واش تخدم. قال له فهم هذاك الإنسان وصار من أحسن الناس إسلاما. فهم باللي أنت احنا اليوم احنا رانا في الأمنية تاع الموتى. نوروا روحنا دركا واش نديروا احنا؟ نوروا لهم الموتى هذوك واش نديروا؟ نقول لهم باللي احنا ربي وفقنا مازال ما متناش وفطنا ودينا الموعظة. يلا نوروا لهم واش نديروا مالا ولا حتى ندخلوا القبر ونتمناوا. حتى يجينا الموت ونتمنوا لا ارجعوني لعلي اعمل صالحا. يا ليتني قدمت في لحياتي يوم يعض الظالم على يديه. يا ليتني كنت ترابا. هذوك يا ليتني يا ليتني يا ليتني قلهم دركا تنجح. قلهم دركا دير روحك راح تموت وقل قل يا ليتني ارد. يا ليتني كنت ترابا. يا ليتني يا ليتني تم. يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قلهم دركا تتسقم وحدك.